فضلك ماني عارفك متحرز نوعا ما. والله لا والله انا عندي مشكله مع حد اونيتمون. انا شوف الناس هذوما يجتهدوا بطريقه يعني لو يجيوك المساجات من عند مريم بنمو لهم يشكل شنو هو جاتك المساج من عند مريم؟ ايش معناه؟ وقتاش جاك المساج في الليل البارح؟ فوت الحلقه في الليل كنا بالناس تعدات في الليل جاك المساج مع ماضي ساعه يا شكي ايش تحب تخرج لك المساج؟ خرج لك المساج ومن اعترف فلا ذنب له ومن اعترف فلا ذنب له نبداو من الاول حسب المساجات مريم بنمو لهم الاقرب اليك الى قلبك والى تليفونك تقريبا اول مره شكي ما تحبش تجاوب نتجاوب لا حبيت نقول راني المريم بن ملاهم بكل معنى ود راني ما عندي مشكله مع حد حتى مع ساوى متفهمي ما عندي نحبهم علاقه معنا ود بين الناس تحب تشهد رجعت لها على المساج شكيب رجعلها والله رجعلها يا نوف رجعلها يا نوف رجعلها يا نوف رجعلها شو رجعت لها تونس كل تحب تعرف شنو رجعت المريم ما قالناش ساعه ميساج اوديو ميساج فيديو كيك اش ميساج تكست البحث يجي بيمشي لو فلمش مع شنو رجعت لها شكيب بيه شنو رجعت لها ما كاين مش عارف كاين قاعد يدخل لك والله العظيم يا فتح الستار ولا رجعت لها الحل زوز برامج على بعضهم يا دكتور بغداد رجعت لها رجعت لها لا والله لا ما رجعت لها لا ما فرصه لا خليني نشكرك على حاجة يا علي نشكرك على حاجة والله أنك وفرت لي فرصة مش نرجع لها من خلال هيك هيك رجع لها المساج تقول طيب وفرت لي فرصة مش نرجع لها لطفي العمير يكتب أنت صديقك يا لطفي أنا عندي لك اقتراح ضيف نتاع البرنامج تعودها قلهم صديقتنا ريهام بن علي تعود ريهام بن علي هي اللي دخلهم نجيبوا زميلتنا ريهام ايش بيجيبونا ريدو ايه والله يسمع هبقى أقول كلمة صغيرة اي يعني تفضل للفتيات اللي يحبوا يدخلوا الفن حابين شنو وراء حبوا نوعهم قيمة وخطورة المهنة هذه وان وراء خاصة في العنصر النسائي دفعنا ثمن بعض النساء نتاعنا من عام 1909 ملي بدات تتكون الفرق المسرحيه كانوا الرجال هما اللي يمثلوا دور النساء خاطر ما فماش نساء خاطر كانت عيب انك تتمثل دونك من بعد دخلوا برشا نساء ودخلوا بمغامره كبيره ثم اللي تصوتت وثم اللي طردت من الدار وثم اللي طلقها راجلها وثم اللي تعذبت وشدت صحيحه ولات ممثله للي وصلنا للجيل اليوم تاع الممثلات القاريات المثقفات وبدت العائلات تغير في نظرتها للممثله للمراه الفنانه دونك هالرصيد هذا تاع النضال تاع الممثله المراه التونسيه الممثله ما نلعبوش بيه ما نستسهلوش ماهوش ما ندخلوش من الابواب الغلط نحترموا النضالات هذه اللي بدات من 1909 مع اول فرقه وصولا للقمم اللي عندنا اليوم مدام منى نور الدين ومدام عزيزه بولابيار ونعيم الجاني وغيرهم من القمم اللي تعبوا برشا باش يعطوا الاحترام للمهنه هذه فكذا حبوا يدخلوا إذا حبوا إذا البنات يحبوا يدخلوا يلزم يفهموا راهو تعطيه قدر المهنة هذيا وتواصلوا راهي مش تاع بوز ونتاع شي عندي الصورة الموالية يعني باش نرجع لك نوفل توت سويت معناتها كلام لطفي صحيح صليحة اللي بالنسبة لنا احنا قمة أنا جاتني الفرصة باش نقرا على حياتها نكروا فيها أهلها اللي هي صليحة تو مقدسة عنا وصلوا وصلوا عسكريين وتحرقت وصلوا قطعوها افهم اللي احنا بالنسبة لنا فننا عاملها الصورة التاريخية الصورة الموالية شادي أمير اش بهكا وصبري بالعيد نوفل الورتان الأقرب إليك والله هل استضعكت معناتها شادي أمير ما نعرفوش معناتها ما حصليش شرف مش عارف صبري استدعيته يظهر لي مره معناتها مره في اي في لب أي. في في نختار صبري اللي انا صبري احمد الاندلسي صبري في اماكن اللي بلان دينيرجي عنده برشا افكار مهبول بلغه الفن مهبول فنيا صبري يركز ساقيه مليح ويخم شنو يحب يعمل بالضبط بيحاول له ينجم يعمل كارير مزيان
أنا زوز خدمت معهم زوز نعزهم برشا. الأقرب إليك شادي تظلم برشا الأقرب بعد إليك خرجوه من الفاك يقري هو إيه الأقرب إليك كمان عرفت الأقرب ليا معناتها هذوما بمعنى زوز ضحايا نرمي صفر هذوما زوز ليه ضحايا الشهرة شكون الأقرب ليك؟ لا تذكرته تذكرته ذكرته ولا ذكرته هذا الكليب شفته كل عبيد أما ما نعرفوش الشخصية شادي مش صبري شادي قالت شادي صديقي شادي سامحني ستاتيو اختي علاش كتبت ستاتيو قلت فيه حرفيا انا عمري ما كنت مخطوبه لشادي امير هكا ولا عمري ما كنت مخطوبه انا خطيبتي المشكله اللي في شادي اسمعني هذا ستاتيو نتذكر المشكله اللي في شادي كل ما يهبط فضيحه جديده هكا يقول فضيحه خطيبنا رمين صفر بي خلينا نحكي لك حاجه هو ماشي يعني. في بالو كي هبط برودوي جديد كي هبط على الفيسبوك يحط فضيحه فولين راهو الكليب نتاعو باش يمشي اكثر يهبط كليب ويحط فضيحه خطيب نرمين صفر يعني انا في كل مره تو انا ديجا المره اللي فات ماهوش خطيبي هو انا سيليباتي ما عمري ما يعني فتره ذي ما تخططتش وما عملتش حتى غولاسيون خطيبي في الكليب ما خرجناش نحن بعد كليب باش نوضحوا لي انا خطيب تراني في الكليب في الكليب بركة فهمت قاعدوا العبيد ماشي في بالها ماكيك هوك في كل مره يهبط خدمه يقول خطيب نرمين صفر باش يضرني انا هبطوا ستاتيو هذاك في حال طوش ما انا صديقي وخويا كل يوم وسبي بالعيد زاد نحييه زاد صديقي ما عنديش معاه احنا علاش نطولوا فيها وهي قصيره خلينا نستقبلوه شادي امير يلا شادي هاي شادي مرحبا مرحبا شادي امير مغادي كشادي ميسالش مرحبا بك شادي امير